ورحمة الله وبركاته من مركز تدريب كلاب الحراسة أبو منور، معاك كابتن أبو منور. الأول يا جماعة يا ريت الناس اللي متابعينا يشرفوني ويشتركوا معايا. كل اللي عليك إن أنت هتضغط على زر الاشتراك وهتفعل الجرس عشان تتابعنا كل يوم في فيديو جديد. طبعا كل يوم بنتكلم عن حلقة جديدة، عن موضوع جديد، عن مشكلة جديدة كل الناس اللي مربيين كلاب بيعانوا منها. فالحمد لله ربنا بيقدرنا، بنحاول نوصلك المعلومة والفكرة الصح إن أنت تحاول تعالج الموقف عندك وتحاول إن أنت تظبط الموضوع، باساس ان المشكله اللي انت بتعاني منها ربنا يعني يبعدها عنك وما يبقاش في مشاكل. طبعا معانا باذن الله وبمشيئه ربنا كل يوم هنشرح لك جديد، كل يوم هنشرح لك الحاجه اللي انت مش مستوعب حلها ايه. النهارده يا جماعه هنتكلم في الحلقه بتاعت النهارده عن مشكله كل اغلبيه الناس اللي بتربي جراوي بتعاني منها. طبعا يا جماعه هي المشكله ديت كلنا شفناها وكلنا عشناها وفي ناس كتير عايشاها، هي مشكله الجرو الصغير لما بيكبر شويه وبيبقى عنده شهرين او شهرين ونص يبدا يجري ورا رجليك ويعض في رجليك دايما ويشد في البنطلون ويقطع وبيلعب بسنانه. طبعا هو كل ده ما تقلقش منه لان الموضوع ده مش خطر ولا حاجه، الموضوع ده لعب. مهما يعض في ايدك، مهما يخربش ايدك، مهما الكلام ده، هو ما بيأذيش ولا حاجه. هي الموضوع مش موضوع شراسه او كلام من ده، لا ده هو الموضوع لعب. بس طبعا عشان انا نتفادى الحاجات دي كلها وعلشان نبعد نخلي الجرو ما يتعودش على كده او ما يتعودش ان هو على فكره الجرو اول ما سنه بيكبر لعمر 6 شهور بيبدا يتحول موضوع العض اللي هو بيعمله ده من نفسه كده ان هو موضوع يشب عليك ويلعب معاك ويتنطط عليك. طب افرض الكلب بتاعك ده عنده مثلا دايس على حاجه مش كويسه، دايس على الحمام بتاعه، دايس على الكلام ده، فهيبدا ينط عليك يبقى بوظ لك هدومك قدام الناس وانت واقف كده. فطبعا دي مشكله زي ما قلنا، هو صغير بيبدا بيعض باسنانه، بيشد في البنطلون، بيشد في هدومك، بيمسك رجليك، بيمسك لمؤاخذه الحاجه اللي انت لابسها في رجليك زي الشبشب او الجزمه او الكلام ده كله. بيبدا بعد كده كل ما يكبر، كل ما بتبص تلاقيه مثلا عايز ينط لك هنا، عايز ينط لك هنا، عايز ينط لك هنا، بيبهدل لك هدومك، بيبهدل لك. طبعا كل دي حاجات يا جماعه دي مشكله طبعا في ناس كتير بتعاني منها، وفي ناس فعلا بتجيب لنا كلاب تتدرب بالله وفيها المشكله ديت ان الكلب عايز يشب عليك والكلام ده كله. هنحل المشكله دي ازاي؟ مهم جدا ان انا نعرف حلها. حل المشكله دي يا جماعه لما يبقى عندي جرو صغير مثلا، معلش هو يعني هنا الجراوي مفيش جرو هيطلع يلعب معانا لان احنا معودين الجراوي هنا على ان الجرو ما يجيش عند رجلي. حد زي ما انا واقف كده يا جماعه مفيش كلب هنا يشب عليا ولا الكلام ده كله، مفيش كلب ان هو ينط عليا ويبهدل لي هدومي، انا واقف كده في وسط الكلاب طبعا مفيش الكلام ده كله، لان احنا بنعود هنا الكلاب على الاسلوب ده وعلى النظام ده. اول ما الجرو يجي عند رجلك وزي ما قلنا في حلقه قبل كده، معلش كلامي تقتنع بيه ما تقتنعش بيه دي حضرتك ليك الحريه الشخصيه. قلنا في حلقه قبل كده لما انت تضرب كلبك ده مش عيب، لما انت تعاقب كلبك ده مش عيب. لما تلاقي الجرو الصغير بيجي عند رجلك كده بيلعب فيها مثلا ويجي عامل كده، عيب عيب. طبعا الكلب بيبدا يا جماعه يرجع لورا زي ما احنا شايفين كده. مثلا نفترض ان ده جرو صغير، معلش انا بنمثل لكم مثلا برضه عليه، بنفترض ان ده كلب جرو صغير بيجي عند رجليا وبيعمل زي ما هو بيعمل كده، فبنبدا نعمل كده، عيب عيب. طبعا الكلب بيبدا يبعد. فديت حاجه بسيطه جدا لما نضرب الكلب بايديه كده كأن بنضرب طفل صغير على ايده. طبعا دي مش عيب ولا غلط ولا كلام من ده، ولا دي تاذي الكلب في حاجه ولا تقل من شخصيته في حاجه، دي ما تغيرش من طبيعه الكلب، بس هي هتعود الكلب ان اللي هو بيعمله ده اسلوب مش كويس. بنحاول ان احنا نحسن سلوكه بالنظام ده كده، ان دي حاجه مش كويسه، ان دي حاجه ما تحاولش ان انت تكررها معايا كتير. كل ما هتيجي مثلا تمسك البنطلون او تمسك ايديا او رجليا او الكلام ده كله، هنبدا ايه زي كده يا جماعه هنعيدها تاني، هي عيب عيب. طبعا بنبدا نعمل كده، مش معنى كده ان الكلب بيخاف مني ولا حاجه، لا، في اي وقت انا هنادي للكلب هيجي يلعب عادي ومفيش مشكله، تعال تعال تعال. طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين ان الكلب مش خايف ولا حاجه، مفيش خوف ولا في حاجه، الموضوع مش ان انت تقل شخصيه الكلب او تاثر من قيمته او الكلام ده كله. فطبعا دي كانت حلقتنا النهارده بالنسبه للجراوي الصغيره اللي بتبدا من عمر شهرين، اللي بيتعلق في بنطلونك، اللي بيشد في ايديك، اللي بيشد في رجليك. حلها الوحيد هي الحركه اللي انت بتعملها ديت، بس طبعا مع الضرب كده بتقول كلمه عيب، لان كلمه عيب ديت بتيجي بتثبت في دماغ الكلب الصغير في اي وقت بعد كده بيعمل اي حاجه غلط بعيد عنك وتقول عيب من بعيد، فهو بيبعد عن الحاجه دي فورا لان عارف ان ده غلط وعارف ان ده حاجه مش كويسه. طبعا بكده نبقى عرفتك ازاي تخلي الكلب بتاعك يعني يبقى فيه لقطه وهو صغير في دماغه ان دي حاجه غلط او ان ده اسلوب وحش او نظام ان انت تحسن سلوكه ازاي. وبكده يا ريت تكون استفدت مني ويعني وتكون فهمت الحلقه كويس. ولو حضرتك ما فهمت زي ما قلنا تشرفني باتصالك، انا تحت امر حضرتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسى تشترك معايا، اوعى تنسى تفعل الجرس، اوعى تنسى الشير. طبعا ما تنساش الحاجات دي كلها يا جماعه، لان يعني كل يوم هتشوف اكتر، هتشوف جديد، هتشوف حاجات حضرتك ممكن ما تكونش عندك خلفيه عنها هتفيدك جدا. يشرفني اشتراكك معايا ويشرفني متابعتك ليا. يا ريت الاشتراكات بتاعتنا تزيد على ايديكم، يا ريت يبقى في معانا كميه ناس كتيره.
طبعا نحاول ان احنا صوتنا يوصل للناس كلها، اللي مش عارف يعرف واللي مش فاهم يفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.